كل 85 وبتزاع لأول مرة. والحقيقة أنا اخترت الكفر الجديد عشان يسجل في هذه الليلة الوصلتين فيه عشان يزاع اسم الكفر الجديد في شرائط الكسر، لأنها حاضرة معانا الليلة دي شركة الغربية للصوتيات. فإن شاء الله كده عاوزين يبقى فيه هدوء وفيه نظام، وانتوا الحقيقة مش عاوزين كلام، يعني الحفلة بالصلاة على النبي عليكم نور كلكم، والمكان فسيح أو حاجة عظيمة خالص. وشوف يا حبيبي عنوان القصة الجديدة أنصاف وبدر الدين. وشوف يا حبيبي وانا هتكلم في القصة دي هقول لك ايه، ومش هقول لما تصلوا عليه. بتربي اللي ما ترباش، تاخد من اللي يساوي وبتدي اللي ما يسواش. تاخد من اللي يساوي وبتدي اللي ما يسواش. واللي يقام اللي غاب الضحياته بلاش. الدنيا ملغاش أمان، خاينة وغدارة يا ما ناس أمارة، يا ناس ولا لقياش. الدنيا دي ما هيش دايمة، والناس دي غفلانة ونايمة. الدنيا دي ما هيش دايمة، والناس دي غفلانة ونايمة. فيه ناس تبات للقايمة تصلي وتسبح لله، وناس الركعة ما تركعها راحوا لدنيا وأطمعها. وناس الركعة ما تركعها راحوا لدنيا وأطمعها، ونسيوا القدير اللي صنعها. الله أكبر جل علا، يا عاصي تب لله وارجع، واعمل عمل صالح ينفع. يا عاصي تب لله وارجع، واعمل عمل صالح ينفع.
ده اليوم بيعدي ولا بيرجع ما تضيعوش من غير صلاة واسمع لقصة راح أقولها وافهمها بقى من أول واسمع لقصة راح أقولها وافهمها بقى من أول ده وشوف الدنيا وأطماجة مع راجل عمره مأساة يا عاصي كل لهو ارجع واعمل عمل صالح ينفع يا عاصي كل لهو ارجع واعمل عمل صالح ينفع ده اليوم بيعدي ولا بيرجع ما تضيعوش من غير صلاة واسمع القصة راح أقولها وافهمها بقى من أول ده واسمع القصة راح أقولها وافهمها بقى من أول ده وشوف الدنيا وأحوال ده مع راجل عمره مأساة وحيد راجل من الناس الصالحين اللي كان ما يملكش حاجة في الدنيا غير الستر وأظن ده أعظم شيء لا عنده فدادين ولا بيت حتى الستر وخلاص ربنا يسترها معانا في الضرير ورزق ربنا بزوجة أيضا مشت معاها على الزمن فالشيخ بدر الدين كان من الناس العباد اللي بيحبوا المساجد آناء الليل وأطراف النهار وفي يوم من الأيام صلى الفجر وخرج من بيت ربنا وماشي ورايح على زوجته اسمه بدر الدين هو وأنصاف زوجته فقراء لكن صابرين ماشيين سوا الزمن في الدنيا رحالين لهم عشا من الخيش كانت هي مأواهم في كل حتة معاهم والمهنة عطارين متنقل معاه في كل بلاد ربنا بيته ايه جيش بيتاجر في شوية عطارة
وفي يوم من الايام قاعد في سوق كده وفي بلد زي الكفر الجنين اللي احنا بنسجل فيها الميلاد، فقاعد بيبيع عطارة، فاتاه المرض فجأة. بصت أرصاف لقت الرجل ميل كده. بدر الدين أرصاف خلي بالك من نفسك يا أرصاف، ما تسمينيش مريض يا أرصاف. قالت له فداك روحي يا بدر الدين، ما هي الأصالة بقى بتظهر هنا بتاع الست، لأن الواحد بيشوف الزمان ده من ست من دول، مش كلهم يعني، ما نقدرش نظلمهم كلهم. إما تلاقي جوزها بقى مريض وسلم الرخص، يمكن يكون لسه ما توكلش على الله وتشوف زبون غيره. بالليل بقى والناس نايمين، والليل يطول على المساتين، قالت يا رب اروح على فيه، وراجلها من ايده سحبه. بالليل بقى والناس نايمين، والليل يطول على المساكين، قالت يا رب اروح على فيه، وراجلها من ايده سحبه. وهي ماشيه في سكتها، وهي ماشية في سكت عالخد سايلة دمار، والأمطار نازلة سعيد، عمالة تقول ده قضاء الله، وماشية بتقول ده قضاء الله. إلا وقام جت عربية وسايقها هدى الغشوية، إلا وقام جت عربية وسايقها هدى الغشوية، وقال لي جمالك يا صبية، قالت له اعمل شيء لله، ده احنا غلابة وملناش حد، وشوفنا اللي ما شافوش حد، ده احنا غلابة وملناش حد، وشوفنا اللي ما شافوش حد. قام بص وشاف تفاح عالخد، ودموع الأحزان كاوية، وهي ماشية في سكتها، كانت الأمطار نازلة ساعتها، عالخد سايلة دمعتها، ماشية بتقول ده قضاء الله. إلا وقوام جت عربي وسايقها هدى الجشوية، إلا وقوام جت عربي وسايقها هدى الغشوية، قال لي جمالك يا صبية، قالت له اعمل شيء لله، ده احنا غلابة وملناش حد، وشوفنا اللي ما شافوش حد. قام بص وشاف تفاح عالخد، ودموعي الأحزان كاوية. واحد وهي ماشية شاء القدر والدنيا مطرت. ماشية قالت له يا رب اللهم إني لا أسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه. فهي ماشية وسحب الراجل، سيارة جت عندها كده وقامت واقفة. السلام عليكم يا جماعة. قالت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بيه. قال لها مالك يا صبية؟ قالت له الحمد لله على قضاء الله، جوزي مريض واحنا فقراء، وشوف ده احنا ماشيين لا لنا بيت ولا أرض، بيتنا شايلينه على دماغنا، والراجل الجوزي مريض. قال لها يا حبيبتي طب اتفضلي اركبي. قالت يا خرج الله. نزل الراجل وراح فتح لها الباب وركبها ورا هي وزوجها. المراية قدام منه، يبص للطريق كده، وراح قايد نور الصالون،
ولقى الولية حلوة قوي. يمشي خطوتين وبص في المراية يلاقي الولية خدودها حينط منها الدم. خلي بالكوا يا شباب يا حبيبي، طبعا لا يعلم الغيب إلا الله، ربنا خلقك ويعلم السر وأخفى اللي في سرك واللي لسه هيحصل منك، هو علام الغيوب، ربنا أعلم بيه. فالراجل ركبهم لنية وهو ماشي حصل ايه، ومش هقول الا لما تصلوا عليه. اتاري الشيطان وسوس له، وده كان من الشياطين، وقلبي حلوة وجميلة واسيبها تروح على فين. يا عيني يا أستاذ عطية، الله الله يا استاذ نصر. دي عاوزه فيلا وجنينه وانا امتلك الاتنين، وخدها وياه وراجلها جاب له الدكاتره اوام، كل يوم يجيب له دكتور، وقاعدة في فيلا تقول الله يوسع عليك يا به ويزيدك من نعيم الله، ولكن اللي في القلب في القلب نوى على ايه ما يعرفش، لا يعلم الغيب الا الله. آه وخدع وياك وراجل ده جاب له الدكاترة أوام، بيرمشي العيد عمل انه طيب وابن قصور، اتاريه بيخطط شيء مجهول، عمل انه طيب وابن قصور، اتاريه بيخطط شيء مجهول، وقال لنفسه ده مش معقول، الحلوة دي تعيش ويا، الحلوة دي تعيش ويا راجل مريض عدى الخمسين، وحاله كده ما يسرش، واخد غزالة تساوي ملايين، واخد غزالة تساوي ملايين، وازاي دي قبلة تعيش ويا، ازاي دي قبلة تعيش ويا، من بكرة لازم اوريها كل فلوسي واغريها، من بكرة لازم اوريها كل فلوسي واغريها، وعرض كمان حبي عليها على طول دغري تروح ناسياه، وخدها في ليلة ووراها الخزنة وقلوب جواه، وخدها في ليلة ووراها الخزنة وقلوب جواه، ويا دوب لمس بإيده إيديه، ويا دوب لمس بإيده إيديه، على خده دغري راحت ضربة، على خده دغري راحت ضربة، وخدها في ليلة ووراها الخزنة وقلوب جواه،
ويا دوب لمس بايده ايديك على خده دغري راح الضربه ضحك. يا بيه ما قلتش تجيب دكاتره بقى يا بيه، بين الراجل بقى خلاص كفايه بقى احسن الواحد بقى محرج قوي، انت صرفت على الراجل كتير. قال لها ده انا كل ملكه، انا له ليا بركه اللي هو يا انصاف. ما تيجي كده اما اوريكي كده حاجه انا عايزها. خلي بالك بابا، الوليه خلاص ادت الامان ومشيت مع البيه وقالت ان ده راجل صالح ومشيت. وطلع المفتاح دخل اوضه كده قالت له انت جايبني هنا ليه؟ لا لا مفيش حاجه. وراح مطلع مفتاح الخزنه، فاتح الخزنه فلقت الالوفات كده مرصوصه، يجي 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 نص قرنك. ايه رايك؟ قالت له رايي في ايه؟ قال لها شايفه الخزنه وعندي قد كده كم مره؟ قالت له ربنا بيقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. قال لها يعني يا صح تسيب العز ده؟ بصراحة أنا حبيتك يا أنصاف. يا دوب لمس إيديه إيديها وبمسك إيدها كده بكل شهامة وفخر واعتزاز، راحت جاية على خده وقامت واخداه كالأبي. مش تخليك مؤدب؟ فاهم ان انا فقيره وهخون جوزي المريض؟ انتوا بتشتروا الناس بفلوسكم ولا ايه؟ مش خليك كويس؟ مش خليك مؤدب؟ مش خليك كويس؟ المال تحت امرك يا انصاف. شوف الرد اللي اغلى من الذهب بقى، شوف الرد الجميل. قالت له انا مش خاينه وعمري للحرام ما اميل، يا عديم الكرامه يا نجلي لو عندك فلوس بالكيل ده انا ارضي غالي لو تملالي من الذهب براميل. الله يخرب بيتك اللي ما تصلي على النبي. شوفوا التفكير السليم بتاع انصاف الزكيه التقيه. قالت له يا بدر الدين؟ قال لها نعم. قالت له يلا بينا. قال لها على فين؟ هو احنا شفنا لا سمح الله من راجل حاجه؟ نمشي ليه؟ ما هو الراجل انا كل ما بتعب بيجيب له دكتور لغايه ما الايام اللي فاضله لي في الدنيا تنتهي. قالت له اسمع يا بدر الدين، انا حاسه كده ان احنا بقينا ناس يعني دمنا تقيل على قلبه، مفيش اتقل من بني ادم، خلينا حلوين. يذكر بقى انه عمل معانا لغايه كده، ما قالتليش انه خدني واغراني بالمال وعشان كذا وكذا، لا اصيله قوي. ما تخلينا، قالت له النبي عشان خاطري ما تزعلنيش، ربنا هيسترها برضه. وقامت واخده الراجل بالليل، وده كلامش انت ليك الا الفقر. قالت له الفقر على وشك، ده الواحد يموت من الجوع وما يغضبش ربنا يا جبال البعير. كرامتك سقطت خالص من نظري. ما خلتش جوزها حس بأي حاجة، وقامت واخدة الراجل وماشية في ظلام الليل. القمر طالع جميل قوي، فشافت مجموعة أشجار. قعدوا تحت الأشجار دي لغاية النهار ما طلعوا، وبعد ما صلت كده وبدأت الشمس تطلع قالت أما أروح أشوف له طعام. فجوزها ميل كده نعس، غطته بملاية وسابته راحت تبحث له على طعام. فللظروف يا أسيادنا غابت عليه ساعتين وشوية.
شوفوا لما غابت عليه الساعتين دول عشان دي حكمة يعلمها الله له في ذلك حكم. هيحصل ايه ومش هقول لما تصلوا عليه. وبعد ساعة صحي من النوم وما التقاهاش، عزت عليه نفسه ودموعه ما حكمهاش، وفاكرها ملت منه وراحت ولا رجعت. جبتيني من عند الراجل وسبتيني وهربتي مليتي مني انصاف. وبعد ساعة صحي من نوم وما التقى، عزت عليه نفسه ودموعه ما حكمهاش، وفاكرها ملت منه وراحت ولا رجعاش. عدى عليه راجل شاف حاله اخده معاه، ورجعت ما جيش لقياه ولا عارفه مات ولا عاش. مش الراجل في المكان، مشيت في البلاد. يا جماعة انا ليا راجل اسمه بدر الدين مريض، رحت اجيب له طعام، رجعت له في المكان مانيش لاقياه، ما مرش على البلد دي. يقولوا لها ما شفناش، تلف في البلاد شارع بشارع مش لاقياه سنين، واشهر وايام بتبحث على بدر الدين. وبالليل يا سيادنا كل ما تمر على مجموعه من القبور تقرا الفاتحه الى روحه، تقول الفاتحه على روحه ان كان مات وان كان عايش يا رب دلني عليه. وفي ليله ماشيه في قريه دقت على باب بيت، هربانة من الأمطار غريبة وملهاش بيت، وهو ده نصيبها لراجل
الحبيب. وهو ده نصيبها لراجل اللي جوال بيت، دخلت وأثر المطر مية ولا تبغى. خبطت على الباب، فتح لها راجل اسمه الشيخ سليمان، له من الدنيا بنت واحدة اسمها حنان. مالك يا صبية؟ لقاه دمها كلها مية، المطر نازل علي يا عمي، تاخدني عندك الليلة؟ قال الليلة وبس، ده انا خدام على طول، محدش هياخد من الدنيا حاجة الا العمل الصالح، وربنا يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، الا ربنا يحب. دايما كل ما تدعي كده قول له يا رب وفقني لفعل الخير. فالراجل اخدها وعاشت في هذا البيت، وهو ده مكتوب غا، وعاشت في هذا البيت، عاشت في بيت الشيخ سليمان، راجل ساري وكان من أعياد، عايش مع زوجته وبنته حنان، عملوها يا ناس بما يرضي الله، قالوا لها انت في عنين باين عليك ست امين، وانسي اللي فات وسيبي ده لله، بلاش تعيشي بقى حزينه، وانسي اللي فات وسيبيها لله، انصف كانت زوجه وفي اصيله قوي وعشريه، فقيره لكن متربيه، فقيره لكن متربيه، وكان محافظه على الصلاه، كانت محافظه على الصلاه، عاشت في بيت الشيخ سليمان، راجل غني وكان من اعياد، عايش مع زوجته وبنته حنان، عملوا جايه ناس بما يرضي الله، قالوا لها انت في عينين باين عليك ست امينه، وبلاش تعيشي بقى حزينه، وانسي اللي فات وسيبي ده لله، انصف كانت زوجه وفيه، كانت اصيله وعشريه، انصف كانت زوجه وفيه، اصيله وكانت عشريه، فقيره لكن متربيه، وكانت محافظه على الصلاه، اتاري اللي هي بقى بيته، عم اللي كان خدها في بيته، اتاري اللي هي بقى بيته، عم اللي كان خدها في بيته، وجه يزور عمه في بيته، ساعة ما شافها عقله تاه، أتاري اللي هي بقى في بيته، عم اللي كان خدها في بيته، أتاري اللي هي بقى في بيته، عم اللي كان خدها في بيته، وجه يزور عمه في بيته، ساعة ما شافها عقله تاه. عن إذنك يا عم الشيخ سليمان، قال لها قسما عظما ما تمشي من هنا إلا أما موت. قالت له ربنا يطول عمرك، ملكش بركة إلا هي. قالت له في عينينا يا شيخ سليمان، شهر واثنين وثلاثة، خلي بالك يا أخي وصلي على الرسول. بصت لقت سيارة بتضرب كلاكسي قدام البيت، قام الشيخ سليمان قال لها شوفي مين يا انصار،
فتحت الباب فلقت الحبيب الاولاني اللي كان قابلها في الطريق وخدها هي وزوجها. اتاري الشيخ سليمان ده يبقى عمه اخو ابوه ابو وام، جاي يزور عمه، قال لي بروح ازور عمي. فلما شاف انصاف عند عمه قال لها ايه؟ اجي اللي جابك هنا يا حلوه وعامله ايه؟ قالت له مالك ومالي يا ظالم مني وعايز ايه؟ ده انا شرفي غالي وعرضي لم افرط فيه، سمع كلامها عمه هتبقى باستلطاف، هتبقى باستلطاف. قالت له اسأله وشوف جرى ايه منه بقى يا لطيف. اتكلم معاه كلام زايد قوي، فالراجل خرج من الاوضه. لا حسبي يا انصاف، ده يبقى ابن اخويا، انت بتعامليه المعامله دي ازاي وبتقابليه المقابله دي ليه؟ وضحك في وشها كده برضه ما زعلهاش. قالت له الراجل ده قابلني في الطريق راكب السياره بتاعته دي، والامطار نازله عليا وسحبه جوزي المريض اللي انا مش لاقياه. المهم انه عمل انه ابن ناس طيبين وركبني في السياره، وكل يوم بعد ما وصلنا عنده يجيب الدكتور واثنين وثلاثة لجوزي. أنا فهمت إن ابن أصل، لا مؤاخذة ما تاخذنيش بقى، لأن أنا هزود في الكلام شوية، لأن ما فيش أغلى من الشرف يا عم الشيخ سليمان. إن شاء الله أنت حتى كمان تطردني. قال لها اتفضلي. إيه؟ قالت له بعدين أفاجئ ألاقيه واخد من الليل وفاتح لي الخزنة وبيقول لي سيبك من الراجل ده عدى الخمسين ومريض وهيموت وأنا لسه شباب، عاوزني أخون جوزي، هل هذا يرضيك يا عم الشيخ سليمان؟ قال له حصل الكلام ده يا انيس؟ قال له حصل. وقوفها ضدي خلاني ما بنامش عشانها من الليل دقيقه. ايه فقيره صحيح لكن شريفه قوي وبتخاف على عرضها. قال له اخص عليك. طب اطلب منها بقى انها تسامحك. قال لها ايديك ورجليك ابوسها يا انصاف. وناخد بعض بسنه الله ورسوله. قالت له اختش يا انيس. إن كان جوزي مات هموت من غير ما أتزوج، وإن كان عايش أسأل الله إن ربنا يجمعنا على الإيمان وعلى الخير. لو واحد بيملك مال أروي يقول لي سيبي بدر الدين عمري ما نسيبها. يا صلاة النبي. الحقيقة وصلني خبر دلوقتي معرفش يعني خرج الخبر ده من الكفر الجديد ولا من بلد أخرى،
اخي مصعب بيقول لي انهم ما كانوش مصدقين ان انت جاي، لانهم بيقولوا ان انت في السجن. الراجل جاني اول مره الاهلي في السعوديه الحمد لله معزوم حضره الله، مش في السجن ولا حاجه. هو انا ببيع مخدرات عشان هتسجن يا جماعه؟ قالوا لها الاتنين سامحيه بدم بقى ندمان، وكفايه انه اعترف وقال لك انا الغلطان. لكن الكلام ده مزعل الست ام حنان، لأن يا جماعة يا جماعة يا جماعة كانت رامية عينها عليه، يبقى عريس بنتها. طبعا أبوه وأمه ماتوا ما خلفوش إلا هو، وعنده أرض وأطيان كتير، فالولية مرات عمه رسمة خطة انه ياخد حنان بنته عشان طمعانة في الارض والمال. قالت لها اسمعي بقى، البت دي احتمال الواد ياخدها وتبقى شغلانة، احنا عاوزين ما نقعدهاش من غير ابوك ما يضرى كده بالطريقة بتاعتنا، نوريها الذل والهوان عشان تسيب له تمشي، نخلص منها ولا نجيب لنفسنا الوش وتروح لهفة مننا انيس عشان الارض والمال يا حنان. قالت لها ماشي يا ماما. انت تقيله على قلبنا اتقل من الجبل. قالت لهم يا خبر، ليه سرقت حاجه يا جماعه؟ قالها سيبك من النعوميه بتاعت الباب، يلا امشي. ما يقولولهاش الكلام ده والشيخ سليمان موجود ابدا. قالت لهم طب يا سيدنا متشكرين قوي، على كل حال انتوا تحملتوني كم شهر وجميلكم ده مش هنساه برضه، اما يجي عم الشيخ سليمان سلموله عليه، اقعدوا بالعافيه اشوف وشكم بخير. ومشيت انصاف. وفي قريه قبل ما تدخل مصر كده من القرى، فدخلت واقفه بتبكي عشان زوجها، ربنا لازم يفرج كربها ان شاء الله. فقابلها راجل بيملك مصنع طوب واسمه محجوب. السلام عليكم يا شطرة. قالت له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، مالك بتبكي؟ قالت له على الحكاية، وأصل اللي يكون في ماضيه فقير بيحس دايما بالفقير. فقال لها تعالي أنا وأنت على الله وخير، وكان رايح على بيته. أنصاف. قالت له نعم. لا انت غايبة عن جوزك بقالك كم سنة؟ قالت له اكتر من 4 سنوات، دخلنا في 5. قالت له 5 سنين. قال لها 5 سنين بحالهم؟ طب ما هو من حقك شرعا ان ما يمر عليك 3 سنين وما انتش لاقي جوزك. يا جوز انه مات، انت شايف العمارة اللي احنا فيها ما فيش فيها عيل بيقول يا بابا ولا بنت بتقول يا بابا، ما تيلا نكتب كتابنا على بعض وتتجوزيني بسنة الله ورسوله. بس يالا بس يالا احسن انزل لك يالا انت يالا بس يا شخص. ايه رايك بقى انا الكلام ده بقوله بيني وبينك يا انصاف، وانت شايفه امال ست مؤدبه كويسه، بس يا خساره بقى ما بتتمش المال كتير والصحه والهيصه وما عندناش عيال، ما يمكن ربنا يطعمنا ويرزقنا بالخلف الصالح ما نتجوز بعض. ترد عليه انصاف وتقول له ايه؟ خلي بالك يا حبيبي،
قالت له أنا لي راجل غيب وعهده محافظة عليه، لو غاب عليا سنين عمري ما فرط فيه. كل ده وما يهونش عليك إيديك أبوسها يا أنصاف، ربنا يكسر من أمثالك يا أنصاف. عيشي معانا وأنا أخوك الصغير أو الكبير زي ما تعتبريني، أنا تحت أمرك. بقى الطعام اللي يأكلوا منه لازم تقعد قبل زوجته، الملابس اللي بتلبس منها زوجته يلبسها منها. وعشت معاهم سنين وقال لها أنا آسف على اللي حصل مني، كان قصدي أعرف إخلاصك، لقيتك مخلصة 100%. بدر الدين بعد ما مكث في المستشفى كم سنة ربنا شال حبلته والشافي هو الله. ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله كما أنزل الداء أنزل الدواء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراجل بعد ما طاب من المرض قال له: يا عمي انا بشكرك قوي، جبتني بعد زوجتي ما رمتني، هو فاكر برضه ان مراته لسه خايناه، وانت اللي خدتني ودخلتني المستشفى واشرفت عليا لما بقيت سليم والحمد لله، انا همشي بقى في بلاد ربنا، ربنا يكرمني ويرزقني رزق حلال. ومشي بدر الدين وهو ماشي كده انبكى بكاء شديدا وقال ايه على زوجته اللي فاكر انها خالته وسابته، بيقول ايه؟ بيقول: يا سلام يا دنيا العجب، يا مفرقة الاحباب، واحد بيخلص والتاني بيغدر بدون اسباب. الله يحب امك بتلاقى مكان. قول لي قشطه. لا القشطه قليل عليك وحياة ام هاشم وحياة سيدنا رسول الله. امك لو ملعمك قشطه قليل عليك يا حاج، يسعدك يجعلك سعيد يا حاج اللي انت كوار. يا رب دعوة ولي. حر قوي، فقابلته شجرة وحوالين الشجرة واحد عامل مصلية كده للناس تصلي فيه. فقال: يا واد الجو حر عليك، ريح شوية تحت الشجرة وصلي الظهر. أسباب. فبعد ما صلى الظهر من التعب فنام في المصلية، فجوب عمال من مصنع الطوب يتشطفوا كده في الترعة، خلي بالك. أم واحد منهم قال: يعني الراجل ده باين عليه راجل مسكين، أول ما صحيه إن كان عاوز الطعام أخده معايا غديه. أسباب برضه. أنت سيدي اللي نايم، أنت يا عم، يا عم الحاج اصحى يا عم. قال له: سيبني نايم يا ابن الله يصلح حالك. قال له: النبي تصحى يا عم، تعال معايا غديك. قال له: الله يصلح حالك، انت منين؟ والكلام جر بعضه كده. قال له: والله انا فقير، خلي بالك وصلي على الرسول، ومكست سنين طويله اقاسي من المرض، لكن ما يأستش ابدا، كنت دايما اقول له: يا رب لك الحمد. تصور النساء ده ملوش امان يا ابني. قال له: ليه؟ قال له: مراتي سابتني وانا نايم مريض من كام سنة. الواحدة ملهاش الا الراجل اذا كان سليم، ان حصل له مرض تسيبه وتمشي وهي مظلومة.
خلي بالك. قال له طيب ايه رايك يا عم انت بتشتغل في ايه؟ قال له مالي الشغلة. قال له طيب ايه رايك المعلم بتاع مصنع الطوب اللي بنشتغل عنده كان عاوز ملاحظ يلاحظ على العمل، بس اهم حاجه يكون بيقرا ويكتب. قال له انا بقرا وبكتب وخط حلو قوي. وجاب له ورقه وقلم كده وكتب لا خط بسم الله ما شاء الله زي سلاسل الذهب. قال له الحمد لله. تعال معايا يا عم اسمك ايه؟ قال له اسمي بدر الدين. قال له تعال. وراح واخده ورايح على المعلم. سلام عليكم يا معلم. قال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا سيدي. قال له حضرتك كنت عاوز ملاحظ وعم الحاج باين عليه راجل صالح وخطه كويس جدا وبيقرا كويس جدا يا عمي. قام بص له المعلم كده وقال له ايه؟ قال له مادام بتقرا وتكتب انا في حاجه اليك تبقى ملاحظ تلاحظ على العمل وحدي. يا بتحب وحدي. انا عندي شقه وعروسه انا عندي شقه وعروسه لو شفتها بايديك صبيه حلوه قوي وحالها من حالك والليله تبقى حلالك واكتب كتابها عليك. خلي بالك بقى من اللي هيحصل. أنا عندي شقة وعروسة لو شفتها بعينيك صبية حلوة قوي وحلوة من حالك تبقى حلالك الليلة 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 تبقى حلالك.
وليد. ليه زعل كده؟ قال له زعلت ليه يا عم بدر الدين؟ قال له الجواز ده ما يلزمني، لا يا سيدي ما تفكرني. قال له الجواز ده ما يلزمني، لا يا سيدي ما تفكرني. قال له الجواز ده ما يلزمني، لا يا سيدي ما تفكرني. بعد زوجتي ما خانت العيش وسابتني مرمي في ملك الله، سابتني مرمي في ملك الله. قال له يا سيدي ما تفكرني. قال له الجواز ده ما يلزمنيش، لا يا سيدي ما تفكرنيش. من بعد زوجتي ما خانت العيش وسابتني مرمي في ملك الله. اقعد يابا، اقعد يا عم الصلاة على النبي. يا اخويا سيبه، يا عم سيبه. خدوا معاه بدر الدين وراحوا على البيت بتاع المعلم اللي اشتغل عنده جديد ده، عشان يشوف العروسة اللي بيقول له عليها. ومشيوا الاثنين. خلي بالك وصلي على الرسول. ودخلوا العمارة وهم قاعدين في الصالون كده، بعد ما قالوا الغدا واتغدى كده وانبسط، قال له بتشرب قهوة ايه يا بدر الدين؟ قال له اي حاجة، ده كل شيء كويس الحمد لله. فبص هو قاعد في اوضه الصالون، خلي بالك اخويا، لقى اللي جايب القهوة وجاي انصاف زوجته. خلي بالك بقى بالمقابلة، الراجل ما تحملش انه يقعد لما توصله بالقهوة، قام سايب المعلم جاري وقام واخد زوجته بالحب. الله، خبر ايه يا راجل انت؟ قالت له بس سيبه يا معلم، انت عارف ده مين يا معلم محجوب؟ قالت له ده بدر الدين جوز اللي صبره على غيابه بقالي كام سنه وحكيت عنه كتير لحضرتك. اغمي عليهم الاثنين هو وزوجته من الفرحه. بعد ما فاقوا الاثنين كده قال لها يا انصار. قالت له نعم. قال انا كنت شاكك فيك. قالت له انا تشك فيا يا بدر الدين؟ انت تعرف اول ما خرجنا من عند الشاب اللي كان قابلنا في الطريق، خرجت من عنده انا وانت بالليل ليه؟ لانه طلب مني ان انا اخده بربنا وعرض عليا الوفات وانا رفضت. اقوم اسيبك تحت الاشجار واروح اجيب لك طعام عشان تاكل، وجبت عليك شويه لظروفي على ما اجيب لك الطعام، ادي ما لقيتش يا بدر الدين. لكن انا لو كنت حموت من غير جواز ابص الراجل بعدك. قال له كلامها صح يا بدر الدين. نزلت دموع الفرح من عينيه وقال لي زوجته ايه؟ وهي بتقول له انا قلبي كان حاسس اني هقابلك يوم قلقه، وانا النهارده سعيد وعايز السعاده تدوم، واحنا اتولدنا سوا وحياتنا تبقى عوم، خلينا نفرح سوا يلا وفرحني. رد المعلم وقال لك عندي شقة كمان، ودي نهاية اللي بيصبر ويرضى بالمقسوم. أملنا كلنا نزور نبينا
بكرة ولا بعده النور حيومنا بأملنا كلنا نزور ما بينا أملنا كلنا نزور ما بينا وبكرة ولا بعده النور حيومنا. كانت هذه أيها السادة هي الوصلة الأولى أزعناها عليكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، ونقلناها لكم من الكفر الجديد مركز المنزلة محافظة الدقهلية.